ما جبتش الخضره يا ولد. هبقى اجيب لك الخضره وابعتها لك مع اي حاجه تاني. طب وريني الحساب اللي جبت بيه الحاجات دي. ما انا جايب لك البهارات من عندي من المحل وجايب لك الطماطم. اهدي انت رايح فين يا استاذ؟ رايح فين يا هاني؟ رايح فين يا استاذ؟ ايه بتعيطي؟ ها ندمت على العمله اللي عملتيها؟ والله اللي يشوفك تصعب عليه، بس اقولك شاطره، هي لعبه خايبه بس جريئه، وممكن تبوظ لي سمعتي شويه، بس اللي مستغرب له انها ما تطلعش منك، لان عارفه كويس اكيد من زين ولا من اختك منال. ما انت حواليك شياطين. بس عايز اقول لك على حاجه، زي ما الفضيحه دي انتشرت في يوم وليله انا همحيها في لحظه. الفضيحه دي شكلها طلتني انا كمان. بعد ما كل الناس عرفوا ان امك هي في الرقاصه، طار الكلام على مين ابوك ومين كان مصاحبها في الفترة دي. عارف مين تلعبك يا صابر؟ الحاج غالب. أبوي ترين طلعنا اخواتي يا صابر، ترى بعدنا عن بعض كان رحمة. تكاد ربنا كان بيحبنا. اخوات؟ معلش يعني هو الموضوع يضحك بجد يا رحاب. رحاب اللي مفطمك على موضوع زي ده قولي ان ده هندي قوي، حتى الهنود بطلوا يعملوا كده. فوقي فوقي شويه يا صابر، البلد كلها بتقول نفس الكلام. اللي طلع الخبر ده ما كانش عارف ان النار هتطول وتحرقنا كلنا. بصوا يا جماعه، اكيد في حاجه غلط، احنا لازم نوصل للست دي وتقول لنا الحقيقه. التليفون اللي اديتهولي مقفول والعنوان غلط. طريقتك في الشر مفضوحه قوي يا رحاب، وما تخلش على عيل صغير. انا ما انكرش اليوم اللي سبتك فيه كان قلبي موجوع اكتر منك وكنت ندمان عليكي، بس دلوقتي بحمد ربنا ان ما وقعنيش في واحده زيك بتطبخ الشر مع اكتر حد بيكرهني وعايز يأذيني. صابر استنى يا صابر، عاجبك اللي وصلتينا ليه ده؟ فضحتينا، خليتي كل الناس تلسن علينا وعلى ابوك الله يرحمه اللي ما حدش كان يقدر يجيب سيرته بكلمه وحشه. وكل ده ليه؟ عشان تنتقمي من سي صابر اللي سابك؟ اهو الفضيحه بقت للكل. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ الست دي جات لي المحل وسالت عنه، انا زقيت الحكايه علشان افضحه واجرسه، بس مش انا اللي اخترقتها. هتفضلي عيلة صغيرة، أي حاجة بتيجي في دماغها بتعملها على طول من غير ما تعمل حساب لأي حد، وفي الآخر يجي أبوك اللي فضحتيه يعملك كبيرة عليا ويكتبلك ورثي. طبعا هذا اللي شاغل بالك، الورث وبس. مش ممكن الست دي تبقى بتكذب؟